بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية مع انطلاقة الشوط الخامس عشر للإبكار الصعوب. يعتبر الشوط الثالث للإبكار نسير مع المركز الأول مع الصدارة. الله هي الشاحنية حمد بن سالم بن حمد الحامري وثاني التحديات مع المركز الثاني. وصلت الشاحنية محمد بن سالم بن عبد الله الوقفلي ومع المركز الثالث وصلت همنونة حارب مغير الحميمي ورابع المراكز. وصلت الشاحنية سالم بن سعيد بن دربش وخامس التحديات وصلت الشاحنية علي بن راشد الخمساني الظهري. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. نسير مع المركز الأول، نعود مع الصدارة الأولى مع الانطلاقة. يا الشاحنية ولكن حصل تغيير. وصلت الشاحنية محمد بن سالم بن عبد الله الوقفلي يا سلام يتقدم مع المركز الأول ينطلق ما شاء الله تبارك الرحمن. ولكن يا سلام وصلت حملونة حارب مغير الحميمي وثالث التحديات. يا بوي الشاحنية سالم بن سعيد بن دربش غادم ومع رابع التحديات. الله شهنية سالم بن سعيد بن دربش يا التحدي الثلاث يا سلام. همنونة الشهنية ولكن راحت الشهنية سالم بن سعيد بن دربش. روح يا بن دربش ولكن المحاولات من همنونة. تهانينا والناموس للشهنية سالم بن سعيد بن دربش. المركز الثاني وصلت همنونة حارم غير العميمي. المركز الثالث الشاحنية سالم بن سعيد بن دربش. نعود مع التوقيت الزمني مع المركز الرابع سالم عبد الله الاقفلي. نعود مع التوقيت الزمني. توقيت الشاحنية سالم بن سعيد بن دربش يسجل دقيقتين 11 ثانية. تحطم التوقيت مع اشواط الصعوب. الله يا سلام.